مساء الخير والاخبار والنجوم والشوشره. اهلا بيكم في حلقه جديده مليانه فقرات كتير واخبار كتير ونجوم كمان كتير. يلا نشوف معنا ايه. هيثم شاكر يتحدث عن مشاكله مع نصر محروس. نادر نور هنتج لنفسه. الملحن نادر نور بدأت شهرته من وقت ما عمل أغنية خليني جنبك للنجم الكبير عمرو دياب. بعد كده نادر عمل مجموعة كبيرة من الألحان وقرر مؤخرا إن هو يغني. نادر أصدر ألبوم واحد وبعد كده بيحاول يصدر الألبوم الثاني. نادر نور حصلت مشاكل بينه وبين شركة الإنتاج مؤخرا وسابها. عن قراره الجديد بالانضمام لشركة أو الإنتاج نفسه إحنا عملنا معاه التقرير ده. مفيش اختفاء ولا حاجة. هو كل الموضوع ان احنا كنا في المفروض ان احنا بنحضر لكليب جديد واتأخرنا فيه شوية. كان عندنا شوية اختيارات ما بين ان هو يكون حاجة من الالبوم او يكون اغنية سنجل. فالحد دلوقتي لسه ما قررناش وفي شوية تأخير من شركة الانتاج مش من عندي انا. دور المنتج او اي شركة انتاج هو دعم المطرب باستمرار. من خلال مش بس تقديمه في حفلات، لا، من خلال ان هو لازم كل شويه المطرب يتشاف ويتسمع، مش بس يتسمع ومش بس يتشاف، يعني لازم العنصرين يتحققوا للمشاهد او للمستمع ان هو يشوفني ويسمعني. فده كان دور شركه ده كان المفروض دور شركه الانتاج او دور اي شركه انتاج في الدنيا ان هي بتدعم المطرب اللي معاها. وصناعه النجم بتاخد وقت طويل، بتاخد من يعني بتاخد وقت، بتاخد محتاج ماتيريال كتير جدا يكون ليه موجود في السوق عشان نقدر نقول عنه ان هو ستار او سوبر ستار او. فده لحد دلوقتي لسه انا ما لمستوش. الانفصال يعني شيء ممكن يكون وارد، مش شيء اكيد يعني، بس ممكن يكون من حلول الوارده. هي في شويه مشاكل انتاجيه بشكل عام في السوق كله، مش بس عندي انا، مؤخرا الناس كلها في خططها الانتاجيه وكده. فممكن يكون من ضمن الحلول لو ما لقيتش جديه من شركه الانتاج اللي معايا في النهايه المرحله الجايه نعمل حاجه كويسه ونكمل زي ما بدانا، هيكون الانفصال شيء وارد. لو هيكملوا انا ما عنديش اي مشاكل خالص ان انا اكمل معاهم. ان انا انتج لنفسي حل من الحلول، يعني شيء برضو وارد، لكن انا عندي حوالي عرضين او ثلاثه لسه بفاضل ما بينهم في حاله الانفصال عن شركه الانتاج اللي انا معاها حاليا. عندي عرضين او ثلاثه اشوف الانسب فيهم ليا، لو ما فيهمش عرض مناسب بالنسبه لي هنتج لنفسي، ما عنديش اي مشاكل. الملحن طول عمره بيغني، يعني الملحن مش بس نادر نور اللي غنى، مش بس مش تجربه عمرو مصطفى بس، مش تجربه تامر عاشور بس، لا، ده في محمد عبد الوهاب وفي فريد الاطرش وفي محمد فوزي، دي تجارب كتير جدا. كل الناس دي كانت ملحنين، فهو الغنى والتلحين ما بيتجزاوش عن بعض، ما ينفعش افرقهم عن بعض، لان هو اساسا الملحن لازم يكون بيمتلك صوت سليم. لان لما بيجي يسمع المطرب اغنيه لو نشز في اللحن بتاعه، يعني لو نشز في اللحن اللي هو عامله تبقى مصيبه، تبقى كارثه.